اسألوني شنو بخاطري ذاك اليوم. كان قاعد أقلب بمخي السؤال، صد شنو بخاطري؟ يعني إذا نبي نتكلم بواقع لا نقول فلوس وما أدري شنو وبيوت و... الحمد لله على النعمة، الحمد لله على كل ما نملكه. ولا ممكن أن أنت تقول أنا بخاطري أشياء، لأن غيرك يمكن ما عنده ربع اللي عندك. يعني الأشياء اللي أنت موجود عندها وموجودة عندك في حياتك أنت مو قاعد تقدرها، مو قاعد تنتبه لها، مو قاعد تشوفها. بس لو بتفكر فيها شوية ما تعتقد أن هذه الأشياء بخاطرك. يقول لك لا تفكر بالمفقود حتى لا تفقد الموجود. علشان كذي لما حد يقول لك شنو بخاطرك، في بساطة الموضوع فكر في نفس اللحظة اللي انسألت فيها السؤال، شنو بخاطرك؟ فمن بين النقاش ومن بين السوالف كان يقولوا لي شنو بخاطرك. كان يطري على بالي هذاك الإنسان اللي من زمان عنه، جد من زمان عنه. قاعد أفكر أنه بخاطري أشوفه والله، يعني بخاطري أقعد وياه. ما فيها شيء غلط أن البني آدم إذا بدرت منه قطاعة نكون إحنا الطرف الأفضل، وإحنا اللي نروح نسأل عنه، وإحنا اللي نروح نستشف أخباره ونشوف شلون ندق، نعزم على قهوة، نعزم على العشاء. الغرور بالذات هذا صار مصيبة هاليومين. هذاك قطعني والله لو يموت ما يشوف رقمي بتليفون. انزل ليش ليش ليش؟ يعني حاول شوية تحط نفسك مكان الطرف الثاني وتفكر شنو الشيء اللي يشغله عنك. تفكر شنو الشيء اللي خلاه، يمكن مشاغل الدنيا، يمكن هلا، يمكن مصيبة هو فيها وما دق، ما يبي يحرج نفسه معاك. صار مخ الإنسان في هالزمن هذا وللأسف الشديد دائما يفكر بالسلبي قبل لا يفكر بالإيجابي. يعني بدال لا يفكر انه مسكين يمكن قطع لانه في عنده مشاكل، يمكن ما ادري شنو، لا يفكر اي قطع لانه ما له خلقي، اكيد لقى له ربع يددي، اكيد ما. لو بس بنبسط الامور بنلاقي فيها حلاوتها. فلما فكرت ان انا اللي ابي ابادر، انا اللي ابي اتصل، وابي اول ما يرفع سماعه التليفون يقول لي الو من بعد اتصالي فيه على طول ادش معاه بشلونك وش اخبارك، ولا افكر بشرها وعتب. مو لاني ما ابي احسس هالانسان بغلاته ولا غيره، يقولون العتب على قد المحبه، ادري. يقولون اذا شرحت عليه يعني معناته انت وايد والهان عليه، ادري. بس انه بعض المرات حلو ان انت تحسس البني ادم اللي غاب عنك لو ان شاء الله شهور انه بمجرد ما انت رفعت عليه سماعه التليفون ورد عليك الحين كأنك امس مسولف وياه عادي. بادر بالنقطة هذه واضحك وسولف وتغشمر وقول له والله العظيم بصراحة كل ما في الموضوع اني فقدتك، فقدت قعدتك، سوالفك، ضحكتك، الغشمرة، الروحة، الياية، الاسرار اللي كنا نتشاركها، بعض الامور والصفات المشتركة بيني وبينك، ادري خدتك مشاغل الدنيا، بس انه يعني الوله بعد هم ما لا طاري ولا لا حل يعني، فانا والهان عليك وبخاطري نتشاور. امانة لا سويت هالشي هذا، قول لي شلون بتحس اتجاه نفسك؟ انت راح تكبر في عين نفسك مراحل، والشخص اللي انت دقيت عليه راح يكبر وضعك في عينه درجات ودرجات. وايد ناس صاروا يشوفون سالفة اني انا ارفع سماعة التليفون وانا اللي ادق وانا اللي اسوي، لا والله ما ادق والله ما ادري شنو. صار الموضوع شوية يتملكه بعض من الغرور والتفكير بالذات والانانية بدون التفكير والحرص على ان هذا الشخص انا ودي اقعد معاه ودي اشوفه. حلوين؟ فلما سألوني هذه الاشياء كلها ترجمتها بمخي وقلت صج والهان عليه، على الرغم من ان القطاعة من صوبه، على الرغم من اني انا ابد والله يشهد عليني ما قصرت في حقه، بس ما فيها ضير اني انا اللي ادز مسج على الاقل اطمن، اقول له اني فقدته، اقول له ان هذا الانسان اللي انا ولهت عليه ولهت على العشره اللي كانت تجمعني فيه، حتى لو انتهت بخلاف، حتى لو ما انتهت بخلاف ولكن برود من كلا الطرفين، حتى لو ما كانت برود، حتى لو كانت بسبب مشاغل الدنيا، لو شنو ما كانت الاسباب اللي خلتنا نتفارق او نبتعد او نتلاها، فيني انا بس اقول له ترى معزتك في القلب لا تزال موجوده. اللي بخاطري الحين اني انا اشوفك، اللي بخاطري الحين اني انا اقعد وياك، لان انت لا تزال نفس الانسان في قلبي، في مكانتك، في غلاتك، في محبتك، في معزتك. ابد ماكو شيء يقدر يغير هالشيء هذا، لا الزمن، لا المده، لا الوقت، ولا الظروف، ولا الاشخاص اللي يدد اللي دشوا في حياتك كانوا او في حياتي. فانا انسان اعرف اصول العشره واعرف اصول المعرفه واعرف اصول الصداقه او المحبه، ما هو مدحا في نفسي كثر ما هو شوقا لك وتبريرا وتفسيرا لسبب سؤالي عنك. اكثر شيء بخاطري الحين اني اشوف هذاك اللي فقدته واللي اليوم كنت بطارية وقاعد احش فيه واليوم كنت قاعد اقول عنه. ليش انا قاعد احش فيه؟ لانهم قالوا لي شنو بخاطرك الحين؟ قلت بخاطري شوفته وبخاطري انه يكون بيني وبينه تواصل مثل ما كان. القلب لاحن لهذه اللحظات، ماكو شيء ممكن يوقف ضده. فلكل صديق انا فقدته من فترة طويلة جد بخاطري اشوفك واسمع حسك واسأل عنك واعرف اخبارك. ما ودي اني انا اضك عليك او اضغط عليك، ولكن في اي وقت انت تحس نفسك فاضي كلمني. هذا اللي بخاطري الحين، واللي فقدته جد أتمنى أشوفك في أسرع وقت ممكن. وإذا ونت إذنك اليوم ترى صج ما قصرنا فيك بالسوالف، بس بالخير طبعا، فقدناك شنسوي؟